بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يعني سنستمع إلى أذان العشاء وسيرفع الأذان المؤذن زهير الصبح. بارك الله فيكم ولكم وعليكم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حي على الصلاة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وبعث الله مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت.
استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني واتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو سمع الله لمن حمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم شد أزر أهلنا في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم يسر أمرهم وارحم ضعفهم وأنزل عليهم سكينتك وملائكتك وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا. اللهم داوي جرحانا. وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ رجالنا ونساءنا وأطفالنا. واحفظ المسلمين في أرضنا المباركة. واحفظ المسلمين في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا يا مولانا برحمتك من القوم الكافرين. واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين يا رب العالمين. واحفظ مسجدنا ومسرانا بحفظك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.